موجز إخباري جديد يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس كورونا بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر واللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد والدكتور محمد حسان مساعد وزيرة الصحة والسكان. وفي مستهل الاجتماع قال رئيس الوزراء إن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة آخر المستجدات الخاصة بأزمة فيروس كورونا لسيما بعد العودة للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لمتابعة موقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس كورونا. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي ضوء الجهود المبذولة لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات تم التوافق على أن يكون صندوق تحيا مصر هو الكيان الذي سيتولى تجميع المساهمات المختلفة سواء من البنوك أو الشركات أو الجهات الأخرى، إضافة إلى ما قامت الخزانة العامة للدولة بتدبيره لشراء اللقاحات، حيث خصصت الحكومة للصندوق نحو 2 مليار جنيه حتى الآن. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال قلقة للغاية من تصعيد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره الدنماركي إن الولايات المتحدة تعمل بشكل مكثف لوضع حد للعنف، مضيفاً نشعر بالقلق بسبب تعريض الصحفيين والمسعفين للخطر، وتابع يجب إحلال السلام كي تعيش دولة إسرائيل وفلسطين بسلام جنباً إلى جنب. ودعا بلينكن كل الأطراف لضمان حماية المدنيين موضحاً إن الولايات المتحدة تعمل عبر قنوات خلفية لوقف التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني، وأردف قائلاً إسرائيل تتحمل عبئاً إضافياً لفعل كل شيء لتجنب الخسائر المدنية. وطالب وزير الخارجية الأمريكي حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة إلى وقف الهجمات الصاروخية. خرج الفنان أحمد السقا عن صمته وكتب رد عبر صفحته على موقع فيسبوك على الفنانة مها أحمد: العشرة بتحكم الواحد والعيش والملح عقل، وعفى الله عما سلف أختي العزيزة. كانت قضية هجوم الفنانة مها أحمد على الفنانين أمير كرارة وأحمد السقا قد أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب الهجوم الشديد الذي شنته مها أحمد على النجمين من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سيل من الانتقادات الموجهة إلى مسلسل نسل الأغراض. شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعاً جديداً مقارنة بالأسعار الأسبوع قبل الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020. وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21795 جنيها بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 الأسبوع قبل الماضي 774 جنيها، أي ارتفع 18 جنيها. وإلى هنا ينتهي موجزنا الإخباري، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.